برعت هوليوود في صناعة أفلام الرعب والإثارة والمغامرات التي تظهر أنواعا من آكلي لحوم البشر. إما أن يكونوا على شكل قبائل بدائية أو مجرمين، سفاحين، مهووسين أو على شكل أزمات تدفع الإنسان نتيجة شدة الجوع إلى أن يأكل لحم الإنسان أو بصورة الزامبيز وما أشبه ذلك من صور تقدمها هوليوود في هذا الاتجاه وحقيقه من يتابع مثل هذه الافلام وهناك من يعشق مثل هذه الافلام تترسخ في ذهنه هذه الصوره البشعه والمنفره والمقززه لاكل الانسان للحم اخيه الانسان ولكن في نهايه المطاف كل هذه الافلام تجب تصب في اتجاه معين ولكن هناك اتجاه اخر له ارتباط بالبعد الاخلاقي والسلوكي عند الانسان هو بمثابه اكل الانسان للحم اخيه الانسان وقد تحدثت بعض ايات القران الكريم والاحاديث عن مثل هذا الامر وبحيث انها ارادت ان تترك هذا التاثير للصوره البشعه لهذا التصرف ونسبه هذا الامر لهذا الفعل الاخلاقي وهذا البعد هو الذي ينبغي ان نهتم به لانه له علاقه حقيقيه بحياتنا اليوميه لا يخفى علينا طبعا ما جاء في سوره الحجرات في الايه الثانيه عشره في خصوص الغيبه قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا يعني هذا الشخص الماكول ايضا هو ميت جيفه ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم لاحظ هنا ان القران الكريم لم يكتفي بتحريم الغيبه يعني كان بامكانه ان يعبر كما عبر عن بعض الامور بان الغيبه حرام ولكنه قدم لنا صوره صوره حسيه والصوره الحسيه هذه بشعه مقززه منفره لماذا من اجل ان ترتسخ هذه الصوره البشعه كلما اراد الانسان ان يغتاب او ان يستمع الى الغيبه ويسكت ويرضى بها ان تتداعى هذه الصوره الى ذهنه وبالتالي يبتعد عن هذا الامر على الاقل ان لم يكن من باب التقوى والخوف من العقاب في الاخره على الاقل ان يشمئز من نفس هذا الفعل ولكن هل فعلا هذه الصوره مع اننا نتلو القران الكريم هل هذه الصوره البشعه تحضر؟ تتداعى الى اذهاننا عندما نستمع الى شخص يغتاب ولا تكون لدينا اي رده فعل او عندما نقدم نحن على غيبه الاخرين اتصور بان في اكثر الحالات هذه الصوره لا تتداعى ولذا لربما نحن بحاجه الى جهود بعض شبابنا المبدعين أن يقدموا لنا مشاهد تصويرية كما تفعل هوليوود مثلا في خصوص الزامبيز وغيرها تقدم لنا مشاهد تصويرية بشكل إبداعي كيف أن الغيبة هي أكل للحم إنسان ميت. من أجل أن تتداعى هذه الصورة هذا المشهد الذي شاهده الإنسان المقزز المنفر تتداعى إلى الذهن وبالتالي يكف الانسان عن الغيبه او عن الاستماع اليها هذه صوره واضحه في القران لكن هناك صوره اخرى او نوع اخر من اكل لحم الانسان وهو نوع غريب وقلما يلتفت الانسان انه اكل للحم بشر وهو ان ياكل الانسان نفسه ان ياكل الانسان نفسه هذا نوع غريب من اكل لحم البشر وايضا في البعد الاخلاقي ارسطو عند مقوله جدا جميله يقول الحسود ياكل نفسه كما ياكل الصدا الحديد الحسود ياكل نفسه طبعا عندما اقول حسود والحسد انا لا اعني تاثير العين مساله العين وتاثير العين قضيه اخرى قد تكون وهميه قد تكون حقيقيه هذا موضوع اخر وقد لا يكون للانسان دخل بهذه المساله ان كانت حقيقيه اما مساله الحسد فهو شيء نابع من اراده الانسان وهو ان يتمنى عن قصد عن وعي عن اراده يتمنى زوال النعمه من جاره، من اخيه، من صديقه، من قريبه، من انسان بعيد ان يتول ان يتمنى زوال النعمه من الاخر ويتحرك بهذا الاتجاه، اما قولا بان يشوه سمعته او ينشر عليه الاكاذيب او بان يبهته او بان ينم بينه وبين الاخرين واما فعلا يسعى بالعمل من اجل هدم هذا الانسان شخصيه هذا الانسان او الامتياز الذي يمتاز به او يفقده شيئا من ماله او يعتدي على جسده بنوع من العدوان هنا احب ان الفت نظركم الى مساله جذور الحسد عندما يتمحور الانسان حول نفسه عندما تكون الانا ذات منسوب مرتفع ممكن هذه الأنا حب النفس القوية تدفع الإنسان إلى الإعجاب بنفسه يدخل في مشكلة العجب ثم يتحول العجب إلى كبر على الآخرين يبدأ يتكبر على الآخرين وعندما يتكبر على الآخرين هذا التكبر قد يدفعه إلى حسد الآخرين لماذا؟ لأنه يجد أن الآخرين لديهم ما ليس لديه وحين ذاك يدخل في متاهة الحسد إبليس عليه لعائن الله كان معجبا بنفسه كان يعبد بعض الروايات في نهج البلاغة يقول آلاف السنين بعضها يقول ستة آلاف سنة لا يدرى أم من سنية الدنيا أم سنية أخرى سجدة واحدة يسجدها بهذا الطول ولكن كان متمحورا حول ذاته يريد الامتياز لنفسه دخل في مشكله العجب اعجاب بنفسه دخل في مشكله الكبر تكبر على الاخرين ثم دخل في مساله الحسد عندما انكشفت له القضيه انا لا ادري هل كان ابليس قبل الاختبار يدرك انه يعيش هذه المشاكل النفسيه لا ادري ولكن الاختبار كشف له انه يعيش حاله العجب بالنفس والكبر والحسد قال الله عز وجل قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين هذا الحسد عند ابليس تحول الى رغبه عنيفه للانتقام رغبه مجنونه للانتقام من آدم وذرية آدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا السبب العجب قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين الان إبليس في هذه اللحظة كان يعلم أن الأمر ليس مزحة الله سبحانه وتعالى عندما قال له ما قال الله والعياذ بالله لا يمزح معه في هذه اللحظة الأمر جاد الآن مع هذا عندما انكشفت له الحقيقة ما طلب العفو شوف الاستكبار ما طلب العفو ولا الندم ولا التراجع ولا الإمهال من أجل التفكير وإعادة التفكير ولا ربما إصلاح الحال بل اتقدت في نفسه نار الحسد لمن؟ لهذا المخلوق الطيني وذريته وبالتالي اشتعلت في قلبه الرغبه في الانتقام كيف لهذا المخلوق الطيني ان يجا ينال الرحمه الالهيه ولربما ينال الجنه وينال رضا الله عز وجل وانا اكون بسببه مطرودا من كل ذلك قال اتخذ القرار فورا قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم طلب المهله لا ليتوب وليتراجع أو ليفكر بل من أجل ماذا قال هذه المهلة سأخصصها لماذا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين شيء غريب الحسد أمر غريب جدا بحيث أنه يجرئ الأخ على أخيه واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر اشتعلت نار الحسد لماذا؟ لأن قابيل كان متمحور على نفسه يعيش العجب والتكبر على أخيه كيف يمكن لأخي أن يملك مثل هذا القبول من عند الله عز وجل قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين المسألة ليس كما حللتها أنت هل طاوعته نفسه بتنفيذ هذا الوعد لاقتلنك لا وقتل من؟ قتل اخيه ابن امه وابيه وهو انسان طيب وانسان متقي وانسان خلوق فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. امير المؤمنين علي عليه السلام يحلل المساله في الخطبه القاصعه في نهج البلاغة برقم 192 يحلل هذه هذا المشهد يقول لنا: "ولا تكونوا كالمتكبر على ابن امه". قابيل كان متكبر دفعه بعد ذلك الكبر الى الحسد والحسد الى القتل، قتل من؟ قتل اخوه. من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما الحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسد، انا انا عجب تكبر حسد جريمه وقدحت الحميه في قلبه من نار الغضب ونفخ الشيطان في انفه من ريح الكبر الذي اعقبه الله بالندامه والزمه اثام القاتلين الى يوم القيامه وهل قصه النبي يوسف عليه السلام مع اخوته بغريبه علينا او ببعيده عن اذهاننا ابدا هي حاضره لا الدم المشترك بينهم منعهم من ارتكاب جريمتهم ولا اللقمه الواحده التي كانوا يتشاركون فيها ولا الفطره الانسانيه التي تمنع الانسان من ان يعتدي على انسان اخر كيف اذا كان اخوهم ولكن يمكر الحاسدون ويمكر الله والله خير الماكرين وانقلبت الاحداث لصالح المحسود يوسف عليه السلام احيانا واقعا اسال لماذا نجد العالم الكبير الفلاني يهاجم عالما اخر القران يجيب على هذه المساله بكل وضوح الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب كبعض اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالاصنام كيف يؤمنون بالاصنام اليهود لا يؤمنون بالاصنام الله سبحانه وتعالى يوضح الامر ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا يعني يقولون ان المشركين اهدى من المسلمين فقولهم ان المشركين اهدى من المسلمين هو في الواقع اعتراف بماذا بالجبت والطاغوت اعتراف بالاصنام وبالتالي هؤلاء كانوا يحملون شيء من العلم اوتوا الكتاب نصيبا من الكتاب كان عندهم شيء من العلم ما الذي دفعهم الى هذا الكذب ما الذي دفعهم الى هذا التناقض مع انفسهم مع انهم حمله علم ويعلمون ان التوحيد هو الحق والشرك هو الباطل كيف يصفون الشرك بانه افضل من الاسلام تجيب الايه التي بعدها تلك كانت الايه الحاديه والخمسين هذه الايه الرابعه والخمسين من سوره النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله عنده علم ولكن إذا عاش الحسد فحين ذاك يجعله ماذا العلم بالنسبة إلى مثل هؤلاء مجرد تراكم للمعلومات إمتلاك الإنسان للعلم لا يعني تهذيب الاخلاق مسألة تهذيب النفس والتهذيب الاخلاقي مسألة أخرى ولذا بتعبير الامام الخميني رحمه الله عليه كان يقول: العلم في احيان كثيره يتحول الى حاجب حجب تحجب الانسان عن التقوى والقرب من الله عز وجل، بالفعل تجعل الانسان يتعالى يعجب بنفسه يتكبر ثم يبدا يقارن بينه وبين الاخرين، فلان يروحون له الف واحد يدرسون تحت منبره وهذا يدرسون تحت منبره عشره، ذاك مشهور اكثر من هذا ويدخل في مساله بعد ذلك الحسد وبالتالي المشكلة هنا أين؟ مشكلة معرفة؟ لا أحيانا تكون مسألة مسألة إيمان لأن أصل الحسد هو عدم الثقة بالله عز وجل الله الرازق وعندما يرزق يرزق بحكمة الله سبحانه وتعالى عندما يعطي العلم يعطي المال يعطي يعطي في أي مجال يعطي عن حكمة وعلم ولمصلحة معينة عندما تحسد الاخر الذي اعطاه الله هذه الامور هذا نقص ايمان عندك عند هذا الحاسد عدم ثقه بالله عز وجل خلل ايماني في الواقع بالاضافه الى انه خلل اخلاقي والمشكله ان مثل هذه الحالات تاثيرها غير محدود لماذا لانه عالم والعالم يلتف حوله الناس وياخذون من علمه وينظرون اليه نظره اعجاب ورؤساء البلدان حالهم كحال العلماء إذا عاش رئيس بلد ما مثل هذا المرض فحين ذاك تأثيره لا يقتصر على نفسه تأثيره سيكون مثل تأثير العالم تأثيراً ممتداً يؤدي إلى التأثير على شعبه ولا ربما على آخرين صدام عاش مثل هذا الداء محور نفسه إعجاب بنفسه تكبر ثم حسد حسد الكويت على ما بها من نعم ثم صار يحشو عقول شعبه بمجموعه من الافكار الباطله ويحاول ان يوجههم نفسيا باتجاه سلبي تجاه الكويت بادعاء باطل مساله الفرع والاصل الى اخره. صحيح بعض العوامل السياسيه حاضره في المساله في مساله الغزو. ولكن في النتيجه العامل النفسي حاضر والحسد عند صدام كان موجودا ولكن كيف غدا مصيره بعد ذلك وجد مختبئا كالجرذان في حفره ثم اقتيد الى مصيره ذليلا وتدور الايام وتحتضن الكويت مؤتمر اعاده اعمار العراق وكانها تنطلق في هذا الموقف تناغما مع قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وفي هذا درس بليغ ان للحسد من التاثير ان جعل نهايه هابيل المحسود قتلا على يد اخيه الحاسد في واحده من ابشع جرائم الانسانيه ولكننا اذ نؤمن بان الموت في هذه الحياه ليس نهايه المطاف بل مجاز الى دار الخلود لذا فان هابيل لم يخسر شيئا في تلك اللحظه بل ربح جنه الخلد بتقواه لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك لماذا اني اخاف الله رب العالمين بينما خسر قابيل كل شيء خسر دنياه لأن الحاسد يدمر عافيته ويحرق نفسه ألما وكمدا كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ويح الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله وخسر آخرته لأن الله عز وجل يقول: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا" فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وهكذا هو مصير كل حاسد الخسران والندم. رساله اخيره الى كل من تحدثه نفسه لعقد المقارنات مع الاخرين مما قد يجره الى الحسد. ثق بعدل الله وحكمته. لا تمدن عينيك الى ما عند الاخرين، ابذل جهدك لتحقيق طموحاتك المباحه في الدنيا، واعد العده لاخرتك، تشاغل بتنميه نفسك عن حسد الاخرين، وحدق فيما وهبك الله من نعم تتفوق بها على من سواك، وكن من الشاكرين لتعيش راحه البال وطمانينه الايمان ورضا النفس. اللهم بصرنا بامور ديننا وفق